السلام عليكم ورحمة الله. راح نرجع على بروبريتي ديسبلاي في لا فيديو هذه. لما حكينا سابقا على بروبريتي ديسبلاي قلت لكم على الاقل في الاول فهموا لي برك واش معناتها بلوك، واش معناتها ان لاين، واش معناتها ان لاين بلوك. دونك اللي مش فاهم المعلومه يقدر يرجع على فيديو تاع قبل. وفي نفس الوقت حكيت لكم على دو فالور خلاف اللي هما مهمين بزاف. كان واحده قلت لكم فلاكس وواحده جريد. دونك اول راح نتناولوا لا فالور فلاكس، مش راح نقدر نتناولها كامله في فيديو واحد، راح نقسمها اون دو فيديو. لا فيديو الاولى نشوفوا لي بروبريتي تاع الفلاكس اللي يخصوا لو كونتينر، وفي لا فيديو تاع راح نشوفوا لي بروبريتي اللي يخصوا الكونتينر تاع الكونتينر هذا. ما نطولش في الهضره بزاف، نبداو ديراك في لا براتيك خير. دونك للتوضيح عندي لا باج هذيا فيها كالك ديف مرقمهم جوست باش باسكو الترتيب مهم في الفلاكس، في كالك في كالك بروبريتي حنشوفهم بلو تار الترتيب راح يكون عنده اهميه. دونك عندي دي ديف فيه محتوى ومرقمهم برك. لي ديف هذوما محطوطين في ديف واحد اسمه عنده لا كلاس كونتينر، واللي ديف الاخرين كل عندهم لا كلاس كونتنت. دونك لي كلاس هذوما تسميو كيما تحبوا نتوما بيان سور. هنايا جوست انا سميت كونتينر كونتنت. دونك عندي لا كلاس كونتينر هذيا ندير لها ديسبلاي بلوك، ندير لها مارج انترن و اكسترن، واللي فرونتير تاعها هما ندايهم شويه خشان على هذه جوست للتوضيح برك. وهذه واش فيها يعني لا كلاس الثانيه كونتنت كيف كيف ديسبلاي بلوك، ندير لها باك جراوند برك باش يبانوا لي لي ديف كل واحد يبدا وين يحبس، ومديرلها ويدث 250 بيكسل. دونك العرض تاع كل ديف من هادوما راه 250 بيكسل. الديسبلاي تاعها اللي حطيته انيسيالمون هو بلوك. اون فات لهنا مش الديسبلاي تاع هادي اللي يهمني، مي ديسبلاي تاع الكونتينر، باسكو لما نستخدمو لا فالور فلاكس ما عندهاش تاثير على لي ليمون اللي حطينا له لا بروبريتي ديسبلاي، مي عندها تاثير على لي زيليمون اللي ينتميو ليه. واش معناتها؟ دونك الكونتينر هذا لما ندير له ديسبلاي بلوك مثلا، ولا ندير له ديسبلاي ان لاين، ولا ندير له ديسبلاي اي حاجه خلاف، راح ناثر عليه هو بشكل مباشر، متفاهمين؟ بار كونتر لما ندير له ديسبلاي فلاكس التاثير ما بقاش يطرا عليه هو، مي ولا يطرا على المحتوى تاعه. فلاكس نتحكم بها في المحتوى تاع لي ليمون تاعي كيف ما راح يتبلاصا اكزاكتومون. دونك بارمي لي بروبريتي نقدر نستخدموها في الفلاكس مثلا، دونك عندي ديف هذا داخلو لي ديف هذو الكل، نقدر نقول له فلاكس دايركشن اسكو نحطهم دون زين كولون، دونك يمشيو من الاعلى ويهبطوا، ولا نحطهم دون زين ليني، دونك يبداو من الاول ويروحوا ادروات. كيما قلت لكم لي بروبريتي هذو ما يتحكموش في في لافيشاج تاع هذا، يتحكموا في لافيشاج تاع الكونتوني تاعو. لهنا لما نقولوا افيشي هو لي مثلا اون كولون، باردون كولون، ما يهمش لو كان ندير ديسبلاي بلوك ولا ندير ان لاين بلوك هنا، ولا ندير ان لاين بلوك ولا ندير اي حاجه خلاف، ما يهمش. صادر ولات لو كان جيت هنا ندير ديسبلاي بلوك راح تغير، مي مادام ندير ديسبلاي فلاكس قلت له بلاصي لي زيليمون في الكونتينر هذا سور اون كولون، راح يبلاصيهم سور اون كولون ما يحوسش فيها. دونك هادو لي زيليمون راح يتبلاصو سور اون كولون. نقدر حتى ما نحطش ديال لابروبريتي ديسبلاي خلاتو اللي ما تهمنيش في الحاله هذه، باسكو هو راح يدبر راسو راح يدير لهم ديسبلاي حسب لي بروبريتي اللي حطيتهم في الفلاكس اللي ينتمي ليه هو. اوكي قلت لكم نقدر نحطهم دون زون ليني كوم نقدر نحطهم دون زون كولون، نقدر نحطهم تاني دون زون ليني ونقول له انفرسي للترتيب، بمعنى انه لو كان دير رو وحدها راح يبدا لي من الاول الثاني الثالث الرابع ينسي دو سويت بار ديفو يحطهم دون زون ليني نورمال. لو كان نقول له رو ريفرس راح يبدا الاول هنا ويمشي بالثاني الثالث الرابع ويرجع يخرج على لاغور. دونك نفس الشيء بالنسبه لا كولون، كولون راح يبدا من الفوق ويهبط، لو كان نقول له كولون ريفرس راح يحطهم دون زين كولون مي راح يبدا من تحت ويطلع. دونك لي ليمون الاول راح يكون من تحت ويمشي ويطلع حتى لي ليمون التاسع باسكو عندي نوع في ليمون لهنا. دونك هذه بالنسبه لا بروبريتي الاولى اللي هي فلاكس دايركشن. درك عندي بروبريتي خلاف حتى هي مهمه شويه. دونك نقولوا مثلا عندي درت فلاكس دايركشن رو، لما
الكونتينر تاعي ما يكفيش الكونتوني، لما الديف الكبير هذا ما يكفي ما تكفيش اللارجر تاعو باش تهز المحتوى اللي حطيته فيه. واش راح يصرى لهنا؟ المحتوى راح يديبوردي، راح يخرج من الديف هذا. دونك هنا لو كان دي بلاص ينقى يخرج من الديف. نقدر نجيري الكومبورتمون هذا بون بروبريتي خلاف اللي اسمها فلاكس راب. دونك هنا عندي لا فالور بار ديفول اللي هي نو راب، اللي يعني راح يخرج الكونتوني من الديف. كوم نقدر نقول له راب، يعني لما الديف هذا ما يكفيش المحتوى ارجع للسطر. في الحالة دي راهي عندي 1 2 3، لو كان نرجع للسطر هاي عندي هنا 4 5 6 7 8 9، كل ما يتكفيش البلاصة يرجع للسطر. نقدر تاني نستخدم راب ريفرس. في الحالة دي وش راح يدير؟ كيما دار قبل، صدر يمشي 1 2 3، لو ما تكفيهش يرجع، مي يرجع من الفوق ما يرجعش من تحت. ستادير راح يبدا 1 2، ما يبداش من الادروات، مش كيما رو ريفرس، مش كيما رو ريفرس يبدا من الادروات ويجي راجع. لا، راب ريفرس واش معناتها؟ يبدا من لا غوش نورمال، لا يبدا من الستار تاعو نورمال، باسكو كاين لو كان تكون بالعربيه راح يبدا من الادروات، كان تكون بالفرنسي ولا بالانجلي راح يبدا من لا غوش. بطبيعه الحال يبدا من لا غوش في الحاله هذه. دونك عندي 1 2 3 ما تكفيش البلاصه، يرجع للستار، بصح الستار يرجع له من الفوق ما يرجعلوش من تحت. دونك هذه واش نقصد بها راب ريفرس. نفس الشيء بالنسبه للكولون مثلا، بالك في الحاله دي ما تبانليش باسكو مخليه له سباس ليميتي، ما حددتلوش الارتفاع الديف تاعي. مي لو كان حدد له الارتفاع، لو كان نقول له مثلا الديف هذا فيه الارتفاع تاعو ما يديباسيش على سبيل المثال 90 ولا 95 فيو هايت، ونقول له فلاكس راب. دونك ا شاك فوا الخط كبير شويه عليها ما تبانش مليح، نصغر شويه في الخط ونرجع لكم. كان 18 نيجل بوناف مثلا، دونك راح يعمر لا كولون هذيا. لما تتعمر لا كولون يرجع لا كولون الثاني. وكيف كيف نقدر ندير نفس الشيء، نقول له راب ريفرس. في الحاله دي راح يبدا بلا كولون دي يعمرها، من بعد هادمه في بلاصه ما يجيو على دروات يوليو يرجعوا على لاغوش كيما هكا. دونك هذه بالنسبه بالنسبه لابروبريتي فلاكس راب. كاينه اون بروبريتي اللي اسمها نحي عليها الهيت اللي نطلعها لفوق، هادوما فيوز مع بعضهم نقدر نلمهم في بروبريتي واحده، نديرهم كومونتير برك. دونك هادوما لي بروبريتي نسميهم شورت هاند كيما قلنا عليهم قبل. كاينه بروبريتي اسمها فلاكس فلو، نقدر نحدد فيها في نفس الوقت الدايركشن والوراب. يعني نقدر نقول بار ليني وراب، فوالا. دونك راح تبلاصيهم بار ليني، ولما ما يكفيش المحتوى راح ترجع للستار. نفس الشيء نقدر نديرها بالنسبه للكولون تاني. صافي نقدر نلملي دو بروبريتي هادو مع بعضهم في بروبريتي واحده برك باش ما نكثرش الكتابه. مي هنايا راح نخليه مفصولين خير، باسكو هذا يستلم تسمى راه فيديو توضيحي، نخلي لكم كومونتير هذا برك. هذا بما انه فيديو توضيحي نخليه مفصولين خير. سي بون، دركا كاين 3 بروبريتي خلاف بالنسبه للكونتينر راهم تريز امبورطون، لازم تفهموا مليح لما تستخدموا الفلاكس، ويعاونوكم بزاف تاني في الخدمه تاعكم لما تحبوا بلاصيو بليزيور زيليمون دون ان كونتينر، وتحبوا تحكموا بلي ديتاي في البلاسمون تاعهم بلا ما تستخدموا بوزيشن ريلاتيف ولا بلا ما تستخدموا بوزيشن ابسولو. دونك لي بروبريتي هذوما مثلا هما، نخليها نرجعها رو صح، نرجعها راب بلا ريفرس. لي بروبريتي هما فلاكس باردون جوستيفاي كونتنت لاين كونتنت و align items. دونك نحكيو عليهم بالوحده لي بروبريتي هادو. نبداو اولا ب justify content، دونك هادو ما نخليهم دي كومونتير برك من بعد نرجع لهم. عندي بليزيور possibility هنا، عندي مثلا center الكونتوني تاع الفلاكس يتحط في النص، عندي فلاكس start راح يتحط في البدايه، فلاكس end يولي يتحط في النهايه. بيان سور لو كان ندير ريفرس نعرف تعكس، فوالا تعكس كي ندير ريفرس تولي الاند ا غوش
و ستارت اضربات. كيف لو مثلا ديروا لو تكتبوا العربية وديروا ديريكسيون الكتيبة تاعكم رايت تو ليفت، نفس الشيء، صادير ستارت توجور هي البداية الكتيبة والاند هي نهاية الكتيبة. دونك نرجعها راو نورمال برك. دونك هادو لي بروبريتي المهمين عندي، سنتر فليكس ستارت فليكس اند. ليفت و رايت عندهم نفس المعنى تاع ستارت والاند، ما يتغيروش بتغير لا ديريكسيون. استادير ليفت بالعربيه ولا بالفرنسي تبقى نفسها، ستارت بالعربيه راح تكون في اليمين، بالفرنسي راح تكون في اليسار. درك عندي تاني دي فالور يحطوا لي ديزي سباس بين المحتوى تاعي. يعني مثلا عندي 3 ديفا دوما، لو نقول له حط لي سبيس اراوند واش راح يدير؟ يحط لي اسباس على لي ديفا دوما بحيث ان المسافه بيناتهم تبقى متساويه ويعمروا لي الكونتينر تاعي. نقدر ثاني نقول له سبيس بيتوين، لهنا مش راح يخلي اسباس اغوش و ادروات، مي راح يحط اسباس بيناتهم برك. ونقدر نقول سبيس كاين واحد اخر ايفنلي، سبيس ايفنلي قاعده كيما سبيس اراوند، مي الفرق سبيس اراوند تقريبا لي سباس تخليه هنا على غوش، ليكستريم غوش وليكستريم دروات، ما نحكيش على البوليتيك بيان سور، مي ليكستريم غوش وليكستريم دروات لي سباس تخليه هو تقريبا دوبل، فهو تقريبا نصف تاع لي سباس تخليه ما بين لي زيليمون. الوغ كو سبيس ايفنلي راح تخلي نفس لي سباس سواء في لي زيكستريم غوش ودروات ولا في السونتر ما بين لي زيليمون. دونك هذيا بالنسبه لا جوستيفيكاسيون تاع الكونتينو. دركا لاين كونتنت هذه واش راح ندير بيها؟ نفس الشيء ولكن على تخدم اون فيرتيكال. قبل ما نرجع لللاين كونت حاجه خلاف برك، جوستيفاي كونتنت هذه لو كان نافيشيها اون كولون راح تولي تخدم على كولون بيان سور، استادير مش تخدم توجور على ليني مي تخدم على لا ديريكسيون تاع الفلاكس. باش نكون واضح برك لهنا، استادير علاه قبل خدمت لي على ليني ودركا خدمت لي على لي كولون؟ علاه مثلا دركا لو كان نقول له فلاكس ستارت يطلعها من الفول، وكان نقول له فلاكس اند يهبطها من تحت ما يديهمش غوش ولا دروات، باسكو الفلاكس ستايل هنا قاعد تخدم سورين كولون مش قاعد تخدم سورين ليني. لو كان تخدم سورين ليني تولي المفهوم تاعها جوستيفاي كونتنت غوش ودروات، تخدم سور كولون تولي المفهوم تاعها جوستيفاي كونتنت توب وبوتوم. اوكي دونك نرجعها رو. على حبيت نوضحها لكم قبل هذيا، نقول سبيس بيتوين ولا سبيس اراوند. على حبيت نوضحها لكم قبل باسكو اون لاين كونتنت تخدم على لا ديريكسيون على لا ديمونسيون الثانيه. بمعنى لما تكون جوستيفاي كونتنت تخدم افقيا، اللاين كونتنت تخدم عموديا. مثلا لو كان نقول فلاكس ستارت هنا راح تطلع لي زيليمون الفوق، لو كان نقول فلاكس اند راح تهبط لي زيليمون تحت، لو كان نقول له سنتر تحطها في النص، سبيس اراوند لا سبيس بيتوين ما كانش سبيس ايفنلي جو بونس فيها، ولا في اس كود ما يعرفهاش برك، كاينه بصح في اس كود ما يبروبوزيهاش برك. في اس كود ما يعرفهاش برك. دونك لو كان قلبها كولون درك باش نوضح لكم، دونك هادي جوستيفاي كونتنت تخدم مع ليك مع تخدم عموديا، و الاين كونتنت تخدم افقيا. لو كان ندير فلاكس ستارت راح يرجع كلش اغوش، فوالا كان ندير فلاكس اند راح يرجع كلش ادروات. اوكي دونك هذه بالنسبه للاين كونتنت. نرجعها برك رو راب سبيس اراوند سبيس اراوند، نخليها هيك. دركا لاين ايتمز، لاين ايتمز هذيا تخدم على كل اليمون راح يتحط. استادير دركا لي ليمون حطيتهم كل قد بعضاهم، وعلاش؟ باسكو بار ديفو لاين ايتم ديالها ستراتش، هذه لا بروبريتي بار ديفو تاعها ستراتش. يعني ما يكونش سبيس اراوند
نديرهم سنتر مثلا في زوز، فوالا يعني لي زيليمون كل رايحين يكونوا قد بعضهم هكا باش تبان لك مليح. لي زيليمون كل رايحين يكونوا قد بعضهم في الارتفاع لما نخدموا بالرو، ولا في العرض لما نخدموا بكورون. اوكي ماتنو لو كان بدل القيم نقلبها مثلا باردون فلاكس ستارت، واش معناتها؟ لي زيليمون هادمو صغار راحين يطلعوا، استادير مش راح يهبطوا حتى لهنا، مي لي ليمون هذا مثلا واللي يحبس البودر تاعو اللي يحبسوا لهنا برك كيما هكا، اوكي واللي يحكم غير لي سباس اللي يحتاجو لي ليمون، ويولي لي ليمون يجي طالع لفوق بارابور لي زيليمون الاخرين. لو كان ندير له فلاكس اند راح يوليو لي زيليمون يجيو هابطين، استادير اللي ما يحتاجوش البلاصه هذه كامله يوليو يهبطوا ويحكموا البلاصه اللي يحتاجوها برك. لو كان نقول له سنتر راح يتحطوا كل في النص. لو كان نقول له ستراتش في الحاله هذه راح الكل يحكموا لو مام اسباس، مام ما يحتاجوش الاسباس هذا كامل، راح يجيو لي زيليمون اللي يكونوا في لامام لياني راح يجيو كل قد بعضهم في الاسباس. نفس الشيء يمشي الثاني لما نخدموا بكولونو، استادير ستراتش هنا ما تبانش بزاف، جو بونس كل ما يبانوش بزاف باسكو ما جو بونس كل ما يبانوش لهنا باسكو باسكو لا لارجور تاع الديف راهي فيكسي على افونس نديرها 250 بيكسل بعد. مي لو كان تكون عندكم شويه ليبرتي هنا ما نقدرش نخليها اوتوماتيك باسكو يوليو عرض بزاف، فوالا نقدروا نركزوا مع هاديه برك على الاقل، نقدروا نركزوا مع هاديه برك على الاقل. دونك لما نديرها فليكس ستارت راح ترجع اغوش، لما نديرها فليكس اند تروح ادروات، لما نديرها سنتر تجي في النص، لما نديرها ستريتش راح تحكم لاين كامل. كيما قلت لكم بما اني ما درتش لارجار هنا في الحاله هذه يولي يحكم لي سباس اللي يسحقه، بما انه بما انه يسحق لاليني كامله راح يحكم لاليني كامله. اوكي نرجع برك الويدث ونرجعها بارليني، اوكي نقول هنا نقول له ستراتش. ما نقدرش نستراتشيها من هنا باسكو نفس المشكله، يعني حط الويث مفيكسيها، جوست ندير سبيس راوند برك. اوكي دركا كاين كومونتير خفيف برك قبل ما نقفلوا لا فيديو هذه ونروحوا لا فيديو ثانيه، بالنسبه للتجور كيف ما هنسونطريو انيليمون دون زانيليمون خلاف، اللي تقدروا تستخدموا الفلاكس باش تسونطريو انيليمون، استادير لو كان مثلا في الكونتينر تاعي نخلي ديف واحد فوالا دونك مازال ديف واحد. لو كان نقول له جوستيفاي كونتنت سنتر و لاين ايتمز سنتر راح يولي لي ليمو هذايا ديما يجيني في السونتر مهما تكون لاطاي تاع لاباج كيف كيف توجور لي ليمو هذا يجيني في السونتر تاع لي ليمو اللي ينتمي ليها مش في السونتر تاع لاباج. صافي لما يكون ينتمي لاني ليمو فلاكس والفلاكس هذيك نديرو لها justify content center و align item center راح يولي المحتوى تاعها ديما يجي في النص. دونك هذا كومونتير خفيف برك باسكو ديما لي ديفلوبر فرونت اند يشكيو منها هذه تاع كيفاش سونتر اليمون. دونك هذوما بالنسبه لي بروبريتي اللي نحطوهم في الكونتينر بشكل مباشر. دونك نزيدو في لا فيديو الجايه بربي ان شاء الله نشوفو دي بروبريتي خلاف تاع الفلاكس نقدر نحطوهم لهنا في استادير في لي زيليمون اللي ينتميو للكونتينر اللي مدارو ديسبلاي فلاكس. دونك نحبس لا فيديو هذه لهنا ونتلاقاو بربي ان شاء الله في لا فيديو الجايه نرجع الكونتينيو برك نرجعها كيما كانت برك. فوالا نتلاقاو في لا فيديو الجايه باذن الله.